التسكين مع إيران. إذا لقد المصالح السنود والخلايا السهلة والأيام. أهلا بكم إلى الصباحية من تلفزيون المستقبل وفيها. هني حرار يفكروا اللي بدهن ياه. المجرم ميشيل سميحة طليقا في سابقة تاريخية من قبل القضاء العسكري. بئس هذا الزمن الذي يتآمر فيه قاض على أمن وطنه. الحريري يصف القرار بأنه عار ومشبوه ويقول لن أسكت عنه. دخول الدفعة الثانية من المساعدات إلى مضايا ومخاوف من مأساة مماثلة في معظميات الشام. صباح الخير. مجرم الأسد ميشيل سميحة حرا طليقا، ربما يبحث عن فريسة جديدة، فقد أصدرت المحكمة العسكرية قرارها بإطلاقه في سابقة تاريخية لها ضاربة بعرض الحائط مشاعر معظم اللبنانيين. هو قرار عار ومشبوه يكافئ المجرم الذي طمأن مؤيديه أنه سيستمر في عمله السياسي الذي لم يتوقف أصلا كما قال. تقرير مها ظاهر. نشاطك اي نشاط سياسي؟ حترجع تزاول العمل السياسي؟ ما وقف اصلا، وجودي كان جزء من السياسي. ينام ميشيل سميحة الليلة في منزله مطمئن البال لمستقبل مخططاته، ليس هو وحسب بل كل من يملك مخططات مثيلة بحق وطن بكامله، ليس لشيء سوى ان هناك قضاء على عدالة انتظرها اللبنانيون فجاءت دون امالهم. ليس هذا وحسب بل جاء قرار محكمة التمييز العسكرية التي أخلت سبيل سميحة موقعا باسم الشعب اللبناني. بات ميشيل سميحة حرا طليقا، محروما فقط من السياحة والسفر لمدة عام بحسب قرار المحكمة عينها. وأما الكفالة التي دفعها سميحة فهي عبارة عن 150 مليون ليرة قد تكون دفعت من الأموال التي تقاضاها من النظام السوري لتنفيذ مخططه الجهنمي. هم حرار يفكروا اللي بدهم اياه، بس اذا بدهم يفكروا هيك ما يحموا المسلحين وداعش وكل الاخرين. صدر القرار إذن خلافا لرأي النيابة العامة التمييزية التي طلبت رد إخلاء سبيل سميحة وأبقاءه موقوفا. هذا القرار المبرم غير القابل للطعن شكل طعنة ليس فقط في صدقية القضاء الذي أخلى سبيله، بل طعنة في قلب الوطن الذي تآمر عليه ميشيل سميحة مع النظام السوري الذي شغل منصب مستشار رئيسه بشار الأسد. كانت خيانته موثقة بالصوت والصورة من خلال ثلاثة أفلام شاهدها وشهد عليها الرأي العام اللبناني والعربي والعالمي، يخطط خلالها لتفجير إفطارات تضم شخصيات منها مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار والنائب خالد الظاهر، من خلال نقل متفجرات من سوريا إلى لبنان بالتعاون مع علي مملوك في سوريا، إضافة إلى أعمال إرهابية تهدف إلى خلق فتنة طائفية زعزعة الاستقرار. في شخص ثاني بيعرفه، علي والرئيس بس، وإمكانية ضرب الأسلحة والذخيرة والتجمعات المخططة من بيروح قدام ونواب المنطقة. أنا قلت لك في شيوخ عم تحضر، شيوخ سنة ينقبوا معهم يحضروا. خليني عهو، خلينا عهو هلا، بس المشايخ سنة إذا طلعوا بضربنا بدنا نشيلهم، خصوصا الزعران، وخصوصا الزعران يعني ألا عبد العال وخالد الظاهر وجماعته. هاو الساعات، هاو الساعات. أوكي. شكل اغتيال اللواء وسام الحسن بعد شهرين على توقيف ميشيل سميحة من قبل شعبة المعلومات ردا ممهورا بالدم على التوقيف، واليوم يغتال وسام الحسن مرة أخرى. الاستهداف الثاني هو الاستهداف الجسدي، واللي أيضا تعرضنا له واللي خسرنا بنتيجته 7 شهداء.
الرئيس سعد الحريري وصف قرار إخلاء سميحة بوصمة عار وقال لن نسكت عنه، ورد على المدافعين عن إطلاق سميحة بالقول إنهم أكثر إجراما منه. وأكد الحريري أن أول الغيث ردا على هذه الهرطقة القانونية هو تعديل صلاحيات المحكمة العسكرية. رأى الرئيس سعد الحريري أنه مهما كانت أوجه التعليل لقرار محكمة التمييز العسكرية بإطلاق ميشيل سميحة فأنه قرار بإطلاق مجرم متورط بواحدة من أقذر الجرائم بحق لبنان. وقال في سلسلة تغريدات له عبر موقع تويتر: إجماع الضباط في المحكمة على القرار هو إجماع على تقديم مكافأة مجانية للمجرم باسم القانون، وانتهاك لمشاعر معظم اللبنانيين، وهو عار ومشبوه ومكافأة للمجرم ولن أسكت عنه. وأضاف: البعض سيرى في القرار بشأن سميحة تدبيرا قضائيا صرفا، ونخشى أن يكون وصمة عار في جبين القضاء العسكري. اللبنانيون في كل الأحوال حكموا على ميشيل سميحة بأنه مجرم أوقف بالجرم المشهود، وهو يشرع بالقيام بأعمال إرهابية ويخطط لقتل مواطنين أبرياء. وتابع الحريري: مجرمون على هذا المستوى يستحقون القصاص العادل الذي أنزل بكثيرين من طراز ميشيل سميحة في عالم الجريمة المنظمة. وأضاف: نشعر في هذا اليوم بالقرف من عدالة منقوصة وبالخوف على أمن اللبنانيين، طالما ستبقى الأبواب مفتوحة للمجرمين للهروب من الحكم العادل، لكنها مناسبة لأتوجه بالتحية في هذا اليوم إلى روح الشهيد وسام الحسن وإلى أبطال فرع المعلومات الذين يقومون بدورهم في حماية لبنان. وختم الرئيس الحريري قائلا: رحم الله الشهداء الذين سقطوا فداء للبنان وحريته وسلامته، ولعن الله المجرمين ومن يقف وراءهم. بدوره قال وزير العدل أشرف ريفي أن قرار إخلاء سميحة يضرب الأمن اللبناني ناعيا المحكمة العسكرية. على أثر صدور قرار إطلاق ميشيل سميحة، خرج وزير العدل أشرف ريفي الذي كان يشارك في جلسة مجلس الوزراء لينعي للشعب اللبناني المحكمة العسكرية، مؤكدا أن قرارها يضرب بعرض الحائط الأمن الوطني اللبناني وأمن اللبنانيين. ريفي قال إن من يتعرض لأمن لبنان هو مجرم، وأفتخر أني قمت بواجب الوطني وما كنت مديرا عاما لقوى الأمن الداخلي بضبط العبوات التي كان ينقلها المجرم ميشيل سميحة. أدعو اللبنانيين للعمل على دعم وإكرار مشروع القضاء المتخصص البديل لنماشي العصر ونعامل اللبنانيين بمعيار واحد دون تفرقة أو تمييز. أوجه تحية كبيرة لبطل ميلاد كفوري الذي ساهم معنا في حماية الأمن الوطني للبنانيين. أنحني إجلالا أمام روح الشهيد الكبير اللواء وسام الحسن الذي لعب دورا كبيرا في حماية لبنان من هذه الجريمة الإرهابية الكبيرة، كما حماه من جرائم كبيرة أخرى. بئس هذا الزمن الذي يتآمر فيه قاض على أمن وطنه، بئس هذا الزمن الذي يتآمر فيه ضابط على أمن وطنه. سأقوم بما يمليه علي ضميري وواجبي الوطني تجاه هذه القضية، لن نغفر لن نتساهل في أمننا الوطني. سأدعو اجتماع طارئ فوري مع مستشاري القانونيين لأري الحقيقة ماذا يتيح لي القانون لإجراء اللازم. وعصرا زار وزير العدل اللواء أشرف ريفي ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري، حيث قرأ الفاتحة عن روحه، ثم وضع أكليلا من الزهر على ضريح اللواء الشهيد وسام الحسن، وقرأ الفاتحة عن روحه وأرواح الشهداء الأبرار. ومن أمام ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري، دعت المنظمات الشبابية لقوى 14 من آذار إلى التجمع أمام منزل المجرم ميشيل سميحة في الأشرفية عند 7 من مساء اليوم للاحتجاج على قرار إطلاقه. بعد قرار المحكمة العسكرية الإفراج عن المجرم ميشيل سميحة، نفذت المنظمات الشبابية في قوى 14 من آذار وقفة احتجاجية عند ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري وضريح اللواء الشهيد وسام الحسن، وأعلنت عن تحرك ستنفذه الجمعة. المحكمة العسكرية لا تخضع لقوانين الدولة اللبنانية ولا تحترم هذه القوانين، هي تخضع بالكامل لسلطة الوصاية الغير شرعية لوصاية حزب الله، وهذه دعوة اليوم جديدة للشعب اللبناني ليرجع يصوب معركته. المعركة الأساسية هي ضد السلاح،
ضد استحكام السلاح بالحياة السياسية اللبنانية. النائب جمال الجراح الذي حضر إلى الضريح أكد أن العدالة في لبنان أصبحت مفقودة. اليوم أنا بعتقد وسام الحسن استشهد مرة تانية، واستشهدت العدالة في لبنان عندما خرج هذا المجرم من السجن. هذا دليل أنه العدالة في لبنان أصبحت مفقودة، أصبحت تحت سلطة السلاح الغير شرعي، سلاح حزب الله، سلاح الدويلي. المطلوب أن نتكاتف جميعا لنعيد هذا المجرم إلى حيث يجب أن يكون، هو وبشار الأسد وكل من أرسل معه هذه المتفجرات ليضرب الشعب اللبناني وليعمل فتنة في لبنان. كما كانت كلمات لشباب قوى 14 من آذار شجبت قرار المحكمة العسكرية. واحتجاجا على إطلاق سماحة قام عدد من الشباب بقطع طرقات في بيروت والشمال. موجة من الانتقادات والاحتجاجات أعمت شوارع العاصمة بيروت على إثر قرار المحكمة العسكرية بإطلاق سراح ميشيل سماحة. وتحت صورة الشهيد اللواء وسام الحسن عمد بعض الشبان الغاضبين إلى قطع طريق قصقص بالاتجاهين بالإطارات المشتعلة، طريق كورنيش المزرعة، طريق المدينة الرياضية، الكولا والبربير وفردان قطعت أيضا، مما تسبب بزحمة سير خانقة. قبل ما نكون مع التصميم ما بنرجع حق الشهداء اللي راحت، نحن عندنا شهداء راحت بتفجيراته لسماحة وما وراء سماحة. قرار ظالم انه انقتل رئيس فرع معلومات ضابط كبير عنده رتبة وقدم اشياء كثير للبلد. نحن بنتمنى انه هيدي الدعوة تروح للمجلس العدلي لعند اللواء أشرف ريفي. وكما في بيروت أوتوستراد خلدي قطع أيضا باتجاه بيروت وطريق إقليم الخروب، وفي الشمال قطع طريق التبان الإب بالإطارات المشتعلة قبل أن يعاد فتحها. قال الرئيس فؤاد السنيورة أن قرار المحكمة العسكرية يقدم هدية للمجرم على طبق من ذهب، وهو يشكل إساءة كبيرة للقضاء والقانون. وأضاف سنلجأ بكل الوسائل الشرعية والسلمية والديمقراطية حتى تأخذ العدالة طريقها في معاقبة المجرمين. ومن أبرز ردود الفعل المنددة أيضا بإطلاق سماحة موقف لوزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الذي اعتبر فيه أن اليوم هو يوم أسود في تاريخ القضاء. قال وزير الداخلية نهاد المشنوق إن قرار إطلاق سماحة إدانة واضحة لمحكمة التمييز العسكرية بكل المعايير، وأضاف سيكون لنا كتيار سياسي موقف من الذين لا زالوا يتصرفون على قاعدة إلغاء الوطن لصالح القتلة، مضيفا أن هذا الموقف سيكون أعلى بكثير مما يظن زبانية تبرير القتل والتفجير من قبل النظام السوري. رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط رأى أن قرار المحكمة العسكرية بإخلاء سماحة هو استباحة لشعور الناس ويشكل طعنا عميقا في العمل الجبار الذي قامت وتقوم به الأجهزة الأمنية في مكافحة الإرهاب، كما هو تشريع للجريمة إن لم يكن تشجيعا لها. رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أكد أن قرار إطلاق سماحة مرفوض بكل المقاييس، وسأل جعجع أي رسالة بعثها رئيس المحكمة والضباط المعاونون إلى اللبنانيين بهذا القرار، وأضاف بئس هذا الزمن لكننا لن نرضخ. رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل اعتبر أن إطلاق سماحة هو رسالة من القضاء اللبناني إلى الإرهابيين، مفادها أن عقوبة تهريب متفجرات والتخطيط لتفجير اللبنانيين بأوامر خارجية هي فقط السجن لثلاث سنوات. الأمانة العامة لقوى 14 من آذار أكدت أن الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية يدل على أن في لبنان نوعين من المواطنين، مواطنون يخضعون للقانون وآخرون فوق كل محاسبة، وأن الفريق الذي ينتمي إليه ميشيل سماحة ما زال يتحكم بمفاصل الدولة ويهول على القضاء بقوة سلاحه غير الشرعي. النائب محمد كبارة قال من غير الجائر أن يحاكم الإرهابي ميشيل سماحة وهو حر طليق، بينما يحاكم أبناؤنا السنة وهم داخل السجون، فأي عدل وأية عدالة وأي ظلم يمارس بحق أبنائنا؟ رئيس حركة الاستقلال ميشيل معوض اعتبر أن قرار الإفراج عن سماحة تشريع صريح للاغتيالات والتفجيرات لا يمكن القبول به أو السكوت عنه.
بالمقابل دافع رئيس كتلة نواب حزب الله محمد رعد عن حليفه ميشيل سميحة بالقول أن التصريحات الصاخبة والمبرمجة التي تعترض على قرار إخلاء سبيل سميحة ليست إلا تعبيرا عن النكد والكيدية والاستنسابية. تتابعون بعد هذا الفاصل. المحكمة تنعقد بمقاطعة وزراء عون وحزب الله والسبب التعيينات العسكرية. أهلا بكم من جديد. أوقفت دورية تابعة للأمن العام في النعمة بحسب الوكالة الوطنية للإعلام الشيخ بلال كمال مزهر وهو سلفي ومقرب من قائد كتائب عبد الله عزام سراج الدين زريقاتي. عقدت جلسة مجلس الوزراء وسط مقاطعة وزراء التيار العوني وحزب الله بسبب التعيينات الأمنية والعسكرية، وقد أكد الرئيس تمام سلام حرصه على استمرار الدعوة لعقد جلسات في المرحلة المقبلة لتفعيل العمل الحكومي. على وقع استمرار الخلاف حول التعيينات العسكرية والأمنية، عقدت جلسة مجلس الوزراء برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام وبمقاطعة وزراء التيار الوطني الحر وحزب الله وغياب وزير المرد ريمو عريجي بداعي السفر. وأكدت مصادر وزارية للمستقبل أن التيار العوني يريد وضع أسماء كل الضباط المسيحيين في تعيينات المجلس العسكري، فيما تتجه التعقيدات أكثر نحو أسماء قيادة وأعضاء مجلس قيادة الدرك، حيث أن هناك 6 أسماء لا يزال الخلاف حاد بشأنها. هناك مساعي حثيثة واتصالات مكثفة يقوم دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري بها من أجل تسوية المواضيع الخلافية. وزراء الكتائب أكدوا رفضهم لأي تسويات على حساب المؤسسات العسكرية والأمنية، وقال الوزير قزي من طوب للتيار العوني أو أي فريق سياسي قضية التعيينات هذه. كما حضر ملف النفايات على طاولة مجلس الوزراء، حيث أكد الرئيس سلام أن عملية الترحيل المؤقتة يجب أن تبدأ قريبا، مشددا على أهمية المضي في البحث عن حل مستدام. على الرغم من عودة بث الروح في مجلس الوزراء، عقدت الجلسة وسط أجواء من المقاطعة ولم يحدد موعد جديد لعقد جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل، وقد يتزامن ذلك مع سفر رئيس الحكومة إلى الخارج، إضافة إلى انتظار المساعي السياسية القائمة من أجل التعيينات العسكرية والأمنية. من السراي شهير إدريس، تلفزيون المستقبل. وبالتزامن مع مجلس الوزراء، نفذ متطوعو الدفاع المدني اعتصاما بعدما غاب بند تثبيتهم عن جدول أعمال الجلسة. خاب أمل متطوعي الدفاع المدني بعدما انتهت جلسة مجلس الوزراء من دون طرح بند المراسيم التطبيقية لتثبيتهم، وإلى ساحة رياض الصلح انضم المتطوعون في اعتصام الحراك المدني في وقفة رمزية، مطالبين المعنيين بإدراج ملف تثبيتهم على جدول أعمال الجلسة المقبلة. وقرار اتخذنا نهار الاثنين الساعة 1:55 ظهرا رح نتجمع بالساحة للمحافظات الخمسة معروفين بالأسماء والأعداد ومتجهين صوب الأراضي السورية، نلتحق بالهيئات الإنسانية نشتغل تطوع، هون عم نتطوع وهونيك عم نتطوع وبالصفوف الأمامية، نكون خير هدايا إنسانية من الشعب اللبناني للشعب السوري. وأشار المتطوعون إلى أنهم تواصلوا مع القوى السياسية جميعها التي أكدت لهم أن قضيتهم محقة، لافتين إلى أن اعتصامهم كان دائما سلميا، متسائلين لماذا لا يولون الأهمية لملف الدفاع المدني. المكتب الإعلامي لوزير الداخلية والبلديات أعلن أن الوزير نهاد المشنوق عرض موضوع مرسوم تحديد مهام رئيس مركز وعنصر في الدفاع المدني على مجلس الوزراء، وطالب الوزير بإقراره لإنصاف الإجراء والمتطوعين، لكن المجلس ارتأى تأجيل هذا الموضوع إلى الجلسة المقبلة. وأتمنى الوزير المشنوق على الوزراء إنصاف هذا الجهاز وأن يكون هذا الموضوع بندا أول على جدول الجلسة المقبلة ليصار إلى إقراره. بعد الفصل تتابعون. قوات التحالف تكسر حصار المتمردين على تعز. أهلا بكم من جديد. دخلت دفعة ثانية من المساعدات الإنسانية عصر أمس إلى بلدة مضايا المحاصرة ومخاوف من مأساة إنسانية في معظميات الشام.
دخل عدد من الشاحنات إلى بلدة مضايا المحاصرة بريف دمشق الغربي، فيما لا تزال شاحنات أخرى تنتظر في محيطها طبقا للاتفاق القاضي بدخول 6 شاحنات إلى مضايا في مقابل 3 إلى الفوعة في كل ساعة. وكانت قافلة المساعدات المؤلفة من نحو 50 شاحنة انطلقت إلى بلدة مضايا المحاصرة من قبل مسلحي حزب الله وقوات الأسد بالتزامن مع قافلة أخرى انطلقت إلى بلدتي كفريا والفوعة، وذلك ضمن الدفعة الثانية من عملية إدخال المساعدات في إطار اتفاق برعاية الأمم المتحدة. في هذه الأثناء أفادت مصادر أن وفدا مشتركا من الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي دخل إلى بلدة مضايا من أجل وضع اللمسات الأخيرة لعملية إدخال المساعدات بالتنسيق مع اللجان المعنية في داخل البلدة. وسط هذه الأجواء كشف مسؤول أممي عن البدء في جمع أدلة حول استخدام النظام السوري سلاح التجويع في حربه على مضايا، مشيرا إلى أن سكان المدينة أبلغوا محققين تابعين للمنظمة الدولية بقصص تقشعر لها الأبدان حول إجرام نظام الأسد بحق المدنيين. في المقابل تدهور الوضع الإنساني في معظمية الشام بسبب استمرار إغلاق قوات النظام للمعبر الوحيد لليوم 20 على التوالي، وبث ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لطفل أصيب بحالة من الهزال انتهت بوفاته نتيجة انعدام الأغذية بشكل عام وخاصة مادة الحليب، ليصبح 6 أشخاص قضوا جوعا منذ تشديد الحصار على المدينة. وتتزايد مخاوف ناشطين وأهالي معظمية الشام من استمرار الحصار المفروض على المدينة بعدما شاهدوا مصير أهالي بلدة مضايا. في سوريا أكدت تقارير إعلامية مقتل الجنرال سعيد سياح طاهري أحد أهم قياديي الحرس الثوري الإيراني والذي كان له دور مميز في الحرب العراقية الإيرانية. وتشكل خسارة الطاهري ضربة للقوات الإيرانية والميليشيات المتعاونة معها. وأعلنت وكالات إيرانية أيضا مقتل 6 مسلحين ينتمون لقوات البزيج التابعة للحرس الثوري الإيراني خلال اليومين الماضيين في معارك ريف حلب. في سوريا أكد الثوار تقدمهم بمعاركهم ضد قوات الأسد في الريف الجنوبي لحلب وحماة رغم الغارات الروسية، بينما يتواصل القصف بطائرات النظام وروسيا في مناطق بريف دمشق وحمص. وأكد الثوار أنهم استعادوا السيطرة على منطقة الحرش في محيط بلدة خان طومان بريف حلب الجنوبي بعد معارك مع شبيحة الأسد والميليشيات الموالية له، وقتلوا عددا منهم في الهجوم الذي بدأوه قبل أيام لاستعادة ما خسروه جنوبي حلب. نجحت قوات التحالف في اليمن في إنزال 40 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية وفي مدينة تعز المحاصرة وزعت على المستشفيات ومراكز الإيواء، وفيما أعلنت هيئة الأركان في الجيش اليمني عن قرب تحرير العاصمة صنعاء سيطرت قوات الشرعية على مواقع تابعة المعين بصنعاء، كما أغارت طائرات التحالف على تجمعات المتمردين ومعسكراتهم في صنعاء ومحيطها. والآن تذكير بالعناوين. هن أحرار يفكروا اللي بدهم. المجرم ميشيل سميحة طليقا في سابقة تاريخية من قبل القضاء العسكري. بئس هذا الزمن الذي يتآمر فيه قاض على أمن وطنه. والحريري يصف القرار بأنه عار ومشبوه ويقول لن أسكت عنه. دخول الدفعة الثانية من المساعدات إلى مضايا ومخاوف من مأساة مماثلة في معظمية الشام. نهاية النشرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. تعلن عن Yes.